كل عام تصدر مؤسسة مؤشر السلام العالمي لائحة تضم أكثر الدول أمناً واستقراراً في العالم، والتي تكون بعيدة عن النزاعات الدولية والحروب. واستخدمت صحيفة ذا صن لائحة الدول العشر الأكثر أماناً واستقراراً في حال قيام حرب عالمية ثالثة، واستخدمت دراسة جغرافية سابقة للأماكن الأكثر أماناً في حالة وقوع حرب نووية. أما بقى بالنسبة للمصريين، لو مش هتقدر تسافر برا مصر للأماكن دي، فأحب أفرحك وأقول لك إن في مصر أكثر من مكان معروف يعتبر من أكثر الأماكن أماناً في العالم، ويعتبر مقصد لكثير من الأجانب، واللي بالفعل قاموا بشراء أراضي فيه وسكنين وعايشين فيها واستغنوا عن حياة الرفاهية والتقدم اللي في بلادهم. لكن خلينا نشوف مع بعض الأول إيه هي العشر دول الأكثر أماناً في العالم. وتأتي في المرتبة العاشرة جمهورية أيرلندا. عرفت جمهورية أيرلندا بالحيادية السياسية، ووقوعها بالمركز العاشر في مؤشر السلام يؤكد مستوى الأمان المرتفع في البلاد. وفي المستوى التاسع سويسرا. لم تشارك سويسرا في حرب أجنبية منذ توقيع معاهدة باريس عام 1815، ومع امتلاكها الثروة والحيادية فإن سويسرا هي البلد الأوروبي التاسع الأكثر سلاما على هذا الكوكب. وفي المركز الثامن تأتي دولة كندا، وقد تكون كندا قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العسكرية الرئيسية في العالم، ولكن لكندا تاريخ سلمي، وتحتل أمة أمريكا الشمالية المرتبة الثامنة أكثر سلاما في العالم، مع تمتعها بسمعة آمنة جدا كبلد يخرج من الصراع الدولي حيث ما أمكن. وتأتي في المركز السابع سلوفينيا، حيث تمكنت سلوفينيا من التهرب من الانجرار إلى الحربين العالميتين السابقتين، وليس هناك سبب الآن يجعلها تبدأ في اللجوء للمعارك. وفي المركز السادس جمهورية التشيك، رغم أن درجتها النهائية في مؤشر السلام العالمي انخفضت، إلى أن التشيك نجحت برفع معدلها في فئة تحسين العلاقات مع دول الجوار. أما عن المركز الخامس فتحتله الدنمارك، حيث يعرف الدنماركيون جيدا كيف يخفضون رؤوسهم من القصف، وهذا هو السبب في أن الأمة الإسكندنافية تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث المكان الأكثر سلاما، وبينما تجعل عضويتها في حلف الناتو هدفا إلى أن جزيرة جرينلاند الدنماركية ذات الكثافة السكانية المنخفضة قد تكون آمنة في حالة الحرب. وتأتي في المركز الرابع النمسا. إذا كنت ترغب في الحصول على حق اللجوء السياسي بعد اندلاع حرب نووية، فإن النمسا هي خيارك المثالي، وتلتزم النمسا بالسلام جدا، فضلا عن أن الجامعة الأوروبية للسلام تأسست بها. وفي المركز الثالث البرتغال. تأتي في المركز الثالث لخروجها من الصراع والنزاعات السياسية منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن موقعها الأوروبي لا يجعلها دولة مستهدفة، وهذا الاستقرار يعوض موقفها الهش كعضو في حلف الناتو. وفي المركز الثاني نيوزيلندا. تأتي نيوزيلندا ثاني دولة سلمية في العالم كخيار طبيعي لكل من يبحث عن الهروب من حرب عالمية ثالثة، كما أنها تمتاز بالهدوء وبتاريخ لا يعرف الحروب كثيرة، ما يجعلها ملاذا مناسبا في حال وقوع الحرب. أما عن المركز الأول فقد احتلته دولة أيسلندا. أيسلندا هي الدولة الأكثر أمانا في لائحة مؤشر السلام العالمي، مما يجعلها الدولة الأكثر أمانا في حال وقوع حرب عالمية، خاصة مع موقعها الجغرافي المعزول في شمال أوروبا. ودول كانوا العشر دول اللي تصنفوا كأكثر دول أمان في العالم في حالة نشوب حرب عالمية ثالثة. أما بقى عزيزي المواطن المصري، لو ما كنتش هتقدر تسافر للدول دي، فأحب أقول لك إنه عندك أكثر من مكان ممكن تلجأ إليه في حال قيام الحرب العالمية الثالثة. أولاً واحد سيوة. سيوة هي مدينة وواحة مصرية في الصحراء الغربية، بتبعد حوالي 300 كيلومتر عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح. وتشتهر سيوة بالفنادق السياحية والأراضي الزراعية، وذلك نتيجة لوجود الآبار والبحيرات بها، واللي ممكن تشتري فيها أرض بسعر مناسب وتزرعها. وبتتميز الزراعة في واحد سيوة بأنها طبيعية، أي أنها لا يستخدم فيها أي نوع من أنواع الكيماويات أو الأسمدة، ولأن استخدامها ممكن يتسرب للمياه الجوفية في البحيرات والآبار، وبكده ممكن تصبح المياه غير صالحة للشرب. وأيضا من مميزات واحد سيوة إنها مكان معزول عن باقي المدن، وإنها مكان مكتفي بذاته من أكل وشرب، وكمان يوجد بها مكان للسياحة الخارجية، وده اللي جعل بعض الأجانب يشتروا فيها أراضي وكمان يستقروا بها ويتركوا الترفيه والتقدم اللي في بلادهم. المكان الثاني وهو مدينة أسوان، وبالأخص جنوب أسوان، حيث الهدوء ونهر النيل وطيبة أهلها وبعدهم عن الصراعات وطبعا بالتالي الزراعة. وبعد المدينة عن العاصمة يجعلها من أكثر الأماكن هدوءا واستقرارا
وهناك مكان ثالث وهو الوادي الجديد، وبه مميزات لا تقل أهمية عن مميزات واحد سيوة. وفي الآخر أعزائي المشاهدين، ربنا يحمينا من أي حروب ويديم علينا السلام والاستقرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.